بسم الله الرحمن الرحيم. So, wir haben unsere erste Lektion, Lektion 1 mit dem Buch Grammatik aktiv und die Personalpronomen, Ad-Dhamair. فلدينا ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Al-Ana, أنت, هو, هي, المحايد, نحن, هم, أو نحن أنتم هم والاحترام الذي بالمصري حضرتك. ترون أيضا الإشارة الإيفاءها لكن بطيئة. طيب البيرسون أينس كما قلنا في الدرس الماضي إيش عندما يكون سينجولا فيا عندما يكون جمع أنا ونحن. التسواي المتكلم دو أو زي هي زي أنت حضرتك وأنتم وحضرتكم. دغيت بيرسون الغائب er زي اس هو هي والمحايد والزي في الجمع. نحاول أن نتدرب على النطق فالجميع يقرأ الضمائر. Frau Handa, können Sie bitte lesen? ممكن تقرأ. Ja, السلام عليكم. وعليكم السلام. ich, wir, du, sie, ihr, sie, er, sie, es, sie. تمام. هو في ألمانيا في نطقين للإغ. في برلين مثلا نستخدم الغين. أما في البايرن في الجنوب نستخدم الـ R كما قلتم. تمام؟ فـ R لما نكون مثلا في برلين و R لما نكون في النمسا في سويسرا أو في جنوب ألمانيا. طيب أستاذ محمود قاسم تفضل. طيب أستاذة رقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه فيا دو إيا زي زي إيا زي إس زي. كنو بيرفكت. لو أحد ممكن يشرح الأستاذة شيماء كيف تفعل الصوت يكون جيد. طيب هي خرجت. أستاذ عهود كان زي بتليزن. إيش بيا دو زي دو يا زي زي إل زي إس زي. كنو زوبا. في جين غونتا. زوبا. طبعا هنا لدينا pronomen für Sachen, الضمائر للأشياء. نقول das Messer, السكينة. فيكون المحايد أو للمحايد الضمير S. مثلا das Messer ist scharf, السكينة حادة. نقول S ist scharf. Die Gabel, الشوكة, مؤنث. Sie. Die Gabel ist dort, مثلا. الشوكة هناك. Sie ist dort. Der Löffel, الصوت لو سمحت. Der Löffel, الملعقة. Er, مذكر. فنقول Der Löffel ist sauber, مثلا. الملعقة نظيفة. Er ist sauber. بعدين Die Tassen, sie, الأكواب. Sie, هم die das die das مثلا.